السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، مرحبا بكم في حلقة جديدة معكم مستر صبري ياسين، وهذه قناة سبيشال يوتيوب قناة الشباب المتميز. الحلقة دي إن شاء الله هنشتغل مع بعض حل تمارين الكلمات من كتاب أسباير، تمارين الوحدة الثالثة لعام 2024. يا ريت على ما يخلص الانترو تضغط لايك للفيديو وتشير مع زملائك على اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي زي الواتساب والتليجرام، ولو دي اول مره تشوف القناه شرفني اشتراكك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان توصلك اشعارات بالحلقات الجايه ان شاء الله. استنوني بعد الانترو. ورجعت لكم مره تانية، يلا بينا نبدا. بسم الله، اول سؤال بيقول choose the correct answer. number 1 The play was so good that I was totally not in the story. I forgot I was in the theater. الإجابة هتكون كلمة immersed. immersed فعل معناه يغمر أو ينقع أو يندمج أو ينهمك. هنا معناها مندمج، جاية معنى صفة يعني، أو منهمك. الجملة معناها إن المسرحية كانت جيدة جدا لدرجة إني كنت مندمج بالكامل في القصة، أنا نسيت إن أنا قاعد في مسرح. reversed فعل معناه يعكس أو يقلب. conversed فعل معناه يتحدث معه أو يحادث، والنون منها كلمة اسمها conversation يعني محادثة. conserve فعل معناه يحافظ على أو يصون. number 2 my mother spent the night in an intensive care unit after the night. الإجابة هتكون كلمة operation اللي معناها عملية جراحية، والجملة معناها إن والدتي قضت ليلة في وحدة العناية المركزة بعد العملية الجراحية. process معناها عملية طبيعية أو صناعية أو عملية إجرائية، يعني سلسلة لخطوات إجراء شيء ما. approach معناها نهج أو طريقة أو أسلوب، وميثود معناها طريقة أو أسلوب. number 3 home cinema systems are equipped with surround sound features. الإجابة هتكون surround sound. surround sound اللي هو الصوت المجسم. voice يعني صوت بشري. pound يعني جنيه أو رطل، وحدة قياس يعني. round صفة معناها مستدير. number 4 the نقط on most phones are very good now. music sounds loud and clear on them. الإجابة هتكون كلمة speakers. speakers يعني مكبرات صوت، والجملة معناها مكبرات الصوت السماعات يعني في أغلب الهواتف جيدة جدا الآن. الصوت هنا دي فعل معناه يبدو، الصوت يبدو عاليا وواضح عليها. listeners معناها مستمعين. attackers يعني مهاجمين، وكلمة stickers يعني ملصقات. number 5 the shops are not by big buildings it is the only small building in the road. الإجابة هتكون كلمة surrounded. surrounded صفة جاية هنا في الجملة، صفة معناها محاط ب، بتاخد حرف الجر باي، محاط ب، والجملة معناها ان المحلات محاطة بمباني كبيرة. it is the only small building انه المبنى الصغير الوحيد في الشارع او المنطقة. مش واخد بال من الكلمة اللي في الاخر دي. surrender فعل معناه يستسلم. proud صفة معناها فخور. predict فعل معناه يتنبأ به. number 6 farmers use dogs to not away wild animals like wolves. اللي جابها هتكون كلمة chase فعل معناه يطارد، والجملة معناها ان الفلاحين بيستخدموا الكلاب لكي يطاردوا أو يطردوا الحيوانات البرية مثل الذئاب. wolves جمع كلمة wolf اللي معناها ذئب. choose فعل معناه يختار. chess اللي هو الشطرنج، وكلمة chat فعل معناه يدردش أو دردشة. number 7 نوها had a not big birthday cake in the shape of the pyramids. الإجابة هتكون spectacularly اللي معناها بصورة مذهلة، والجملة معناها ان نهى كان عندها تورتة عيد ميلاد كبيرة بشكل مذهل. كبيرة بشكل مذهل هنا spectacularly adverb ظرف،
واحنا عارفين الظرف بيوصف الفعل او بيوصف صفة. هي هنا بتوصف الصفة بكبيرة بشكل مذهل على شكل الاهرامات. particular معناها خاص او محدد، spectacle معناها مشهد رائع، tentacle معناها لامسة. ايه اللامسة دي؟ اللي هي بتبقى موجودة مثلا على سبيل المثال في مثلا في حيوان اسمه القوقع اللي هو ده، او بيكون له بتاعتين كده خارجين بره بيتحسس بيهم طريقه او الحاجة اللي هو عاوزها. الواحدة منهم اسمها لامسة اللي هي tentacle، ودي اسمها spectacle اللي هي مشهد رائع. number 8 there are plans to build a new ring around the city but they have not yet been so I still take the bus. الإجابة هتكون كلمة implemented. implement فعل معناه ينفذ أو يدخل حيز التنفيذ، والجملة معناها يوجد خطط لبناء طريق دائري جديد في المدينة أو طريق جديد حول المدينة. But they have not yet been implemented، لكنها لم تنفذ بعد، لذلك أنا لازلت باخد الأوتوبيس. torment فعل معناه يعذب، lament فعل معناه يرثى، invest فعل معناه يستثمر. number 9 the wood goes through النقط which turns it into paper. الإجابة هتكون كلمة process اللي معناها عملية صناعية في الجملة يعني، والجملة معناها أن الخشب بيدخل عبر عملية صناعية والذي يتم تحويله إلى ورق. device فعل معناه يبتكر، assess فعل معناه يقيم، و proceed فعل معناه يكمل. number 10 مريم had decided to start running so she bought some نقط. الإجابة هتكون كلمة trainers. trainers معناها حذاء رياضي، كوتشي يعني. بمعنى معناها ان مريم قررت انها تبدأ الجري لذلك اشترت حذاء رياضي. trains معناها قطارات. containers معناها جمع كلمة container اللي معناها حاوية. والتريلر اللي هي عربة او مقطورة اللي هي بتساوي في اللغة الامريكية كارفان. التريلر برضو لها معنى تاني بتيجي بمعنى مقتطفات من فيلم عشان نعمل له دعاية، اللي هو الجزء اللي بينزل دعاية لأي فيلم كده بتبقى فيه كم مشهد كده دعاية للفيلم. number 11 all the trains were cancelled which was very odd as I couldn't get to college. الإجابة هتكون كلمة inconvenient اللي معناها صفة غير ملائم أو غير مناسب، والجملة معناها إن كل القطارات تم إلغائها، والذي يعتبر شيء غير ملائم لأن أنا ما قدرتش أروح الكلية. convenient عكسها صفة معناها ملائم. inconvenience عدم الملائمة أو عدم المناسبة. conventional صفة معناها تقليدي. number 12 plastic toys are very cheap because thousands of them are not in factories every day. الإجابة هتكون كلمة mass produced، وده فعل معناه ينتج بالجملة او ينتج بكميات كبيرة يعني، والجملة معناها ان العاب الاطفال البلاستيكية رخيصة جدا لان الاف منها بيتم انتاجها في المصانع يوميا. introduce فعل معناه يقدم، induce فعل معناه يقنع او يغري او يستميل، refuse فعل معناه يرفض. number 13 the science fiction novel was about the invasion of earth by نقط. الإجابة هتكون كلمة martians. martians معناها سكان كوكب المريخ او سكان المريخ، والجملة معناها ان رواية الخيال العلمي كانت عن غزو الارض بواسطة سكان المريخ. villagers معناها القرويين يعني اللي بيسكنوا القرى. ميكانيكس الميكانيكية جمع كلمة ميكانيكي يعني. Egyptians المصريين. number 14 biscuits crisps and ice cream are great not with the children. الإجابة هتكون كلمة favorites. favorites يعني الأشياء المفضلة
والجملة معناها ان البسكويت والكريسبي المقرمشات يعني والايس كريم هي من المفضلات العظيمة بالنسبة للأطفال. فيفر معناها معروف، باراسايت معناها كائن طفيلي، opposites جمع كلمة opposite اللي معناها مضاد أو عكس. Number 15 3D films make you feel you are really taking part in the events you are seeing on a screen. They are really not. إجابة هتكون كلمة immersive، صفة معناها غامر. والجملة معناها الأفلام ثلاثية الأبعاد بتجعلك تشعر إنك مشارك في أحداث أنت بتشاهدها على الشاشة، إنها حقا غامرة. Impressed صفة معناها منبهر. Depressive صفة معناها كئيب أو اكتئابي. Massive صفة معناها ضخم. Number 16 I prefer teaching methods that actively not students in learning. الإجابة هتكون كلمة involve. Involve فعل معناه يعني يضمن، هي معناها هنا يضمن. والجملة معناها أنا أفضل طرق التدريس اللي بتضمن بشكل نشط الطلاب في العملية التعليمية، يعني بتشاركهم في العملية التعليمية. Contain فعل معناه يحتوي على. Revolve فعل معناه يدور. Consist فعل معناه طب حرف جر of طبعا. Consist of معناه يتكون من. Number 17 Baby elephants rely on their mothers until they are about 5. The underlined word can be replaced by not. الإجابة هتكون كلمة depend. Depend فعل معناه يعتمد، وبياخد حرف الجر on. Depend on يعتمد على، نفس معنى rely on يعتمد على. والجملة معناها ان حيوانات الفيلة اللي لسه رضع يعني بتعتمد على امهاتها حتى تبلغ 5 سنين. الكلمة تحتها خط، ممكن استبدلها بكلمة depend. depict فعل معناه يصف. deserve فعل معناه يستحق او يستأهل. relay فعل معناه يبث على الراديو، يبث برنامج يعني على الراديو أو على التلفاز. Number 18 Most buildings in the city of New York are built on a bigger note than those in European cities. الإجابة هتكون كلمة scale. و on a bigger scale دي معناها على نطاق أوسع. والجملة معناها معظم المباني في المدينة بتاعت نيويورك بنيت على نطاق أوسع من تلك التي في المدن الأوروبية. كلمة scale ممكن تيجي برضو بمعنى التاني، بمعنى مقياس مدرج. escape فعل معناه يهرب. weight معناها وزن. height معناها ارتفاع أو طول. Number 19 John hasn't done well in his studies but his not is doing his best to pull him through. الإجابة هتكون كلمة tutor. tutor معناها مدرس خصوصي أو مدرس خاص. والجملة معناها إن جون لم يبلي بلاء حسنا في دراسته، يعني ما قدرش يجيب حاجة كويسة، مجموع كويس، أو مش عارف يذاكر كويس في دراسته. لكن المدرس الخاص بتاعه is doing his best بيبذل قصارى وسعه to pull him through عشان يشد ويسحبه ويرفع من مستواه. accuser معناها متهم. contributor معناها مساهم. distributor معناها موزع. Number 20 We all love to see elephants but the other hand more and more are killed every year. الإجابة هتكون on the other hand. on the other hand معناها ومن ناحية أخرى. والجملة معناها كلنا نحب أن نشاهد أو يعني نرى الفيلة، لكن من ناحية أخرى أكثر وأكثر، عدد أكبر وأكبر يعني من الفيلة تقتل كل عام. Number 21 I think that young people today are on the not healthier than they were 20 years ago. الإجابة هتكون كلمة whole. whole صفة معناها كل. التعبير ده على بعضه on the whole معناها إجمالا أو بشكل عام.
والجملة معناها أنا أعتقد أن الشباب اليوم بصحة أو عندهم صحة يعني أحسن مما كان عليه من 20 سنة فاتوا. وطبعا هي حاطط في النص كده on the whole بشكل عام، يعني دي كلمة اسمها هول، ولكن دي معناها حفرة أو فتحة أو ثقب، ودي هيل معناها حوت، وده هيل فعل معناه يحيي أو يمدح. Number 22. It not most children to think they are alone at home. الإجابة هتكون كلمة scares. Scare فعل معناه يخيف، والجملة معناها لقد أخاف كثيرا من الأطفال أن يعتقدوا أن هم بمفردهم في البيت. فكرة أن هو يكون حاسس أن هو لوحده في البيت دي بتخوف كثير من أو أغلب الأطفال. يعني scars جمع كلمة scar اللي معناها ندبة، اللي هو أثر جرح في الجسم. skip فعل معناه يتخطى. skin فعل معناه يقشد، يعني يشيل وش مثلا القشطة من على اللبن، أو بيجي بمعنى يكاد يلامس شيء، حاجة يدوبك تلمس سطح شيء معين، أو يقرأ قراءة سريعة لحاجة معينة. يعني number 23. The boys and girls did well in the exams but on not the girls got higher marks. الإجابة هتكون كلمة balance، وon balance معناها بعد أخذ كل شيء في الاعتبار. الجملة معناها ان الاولاد والبنات ابلوا بلاء حسن في الامتحانات، ولكن بعد اخذ كل شيء في الاعتبار فان البنات حصلن على درجات اعلى. balanced صفة معناها متوازن، وانستنس معناها حالة، ولو حطيت معاها فور وبقت فور انستنس معناها على سبيل المثال بتسوي فور اكزامبل. insistence معناها اصرار او الحاح. Number 24. She is going to play the piano to a big note this evening. الإجابة هتكون كلمة audience اللي معناها جمهور، والجملة معناها ان هي سوف تعزف البيانو لجمهور كبير هذا المساء. violence معناها عنف. silence معناها صمت. insistence معناها إصرار أو إلحاح. Number 25. The play I watched at the theater made none nonsense but the notes were beautiful. الإجابة هتكون كلمة visuals. visuals معناها المؤثرات البصرية، والجملة معناها أن المسرحية اللي أنا شاهدتها في المسرح لم يكن لها أي معنى، لكن المؤثرات البصرية كانت جميلة. vision معناها رؤية. visible صفة معناها مرئي. visibility معناها إمكانية الرؤية. Number 26. To be eco-friendly, all cars in Cairo have been not to run on biofuel. الإجابة هتكون كلمة adapted. adapt فعل معناه يتكيف أو يتأقلم أو يعدل، وده معناها هنا في الجملة. والجملة معناها لكي يكون صديق للبيئة كل السيارات في القاهرة تم تعديلها لكي تسير بالوقود الحيوي. adopt فعل معناه يتبنى. admit فعل معناه يعترف. admire فعل معناه يعجب بي. number 27. the bus was so crowded that I could not find a نقط. الإجابة هتكون كلمة seat. seat معناها مقعد ثابت، اللي زي اللي بيكون في القطارات والمترو أو أحيانا في بعض الشوارع. الجملة معناها إن الأوتوبيس كان مزدحم جدا لدرجة ان انا ما قدرتش الاقي مقعد ثابت نقعد عليه. sit فعل معناه يجلس. sat دي معناها جهاز. site دي معناها موقع. number 28. it was not I had broken my toe because it immediately started to swell. الإجابة هتكون كلمة obvious صفة معناها واضح، والجملة معناها كان من الواضح ان انا كسرت صباع رجلي لانه بدأ في الحال يورم. envious صفة معناها حسود. serious صفة معناها جاد او خطير. previous صفة معناها سابق.
Number 29 I read Shakespeare's biography to find out his life. الإجابة هتكون كلمة find out about اللي معناها يعرف عن، والجملة معناها أنا قرأت السيرة الذاتية لحياة شكسبير لكي أعرف عن حياته. Number 30 نقط intelligence is about making computers act more like humans. الإجابة هتكون كلمة artificial. Artificial intelligence اللي هو الذكاء الاصطناعي، بيقول هو عن انك تجعل الحواسب الآلية تتصرف يعني مثل البشر. Agricultural صفة معناها زراعي. Artistic صفة معناها فني. Industrial صفة معناها صناعي. Number 31 I enjoyed my stay in the village at first but after a time I got not with it. الإجابة هتكون كلمة bored. Got bored معناها يصاب أو يشعر بالملل، والجملة معناها أنا استمتعت بإقامتي في القرية في الأول لكن بعد وقت بدأت أشعر بالملل. بور معناها شخص ممل أو شخص يعني مز يعني بتحبش تقعد معاه، وبتمشي فعلة برضو بمعنى يضجر أو يصيب بالملل. بورينج صفة معناها ممل. برود صفة معناها واسع. Number 32 We don't have any more نقط of toilet paper. We have to buy some. الإجابة هتكون كلمة rolls. Rolls يعني جمع كلمة roll اللي معناها بكرة، والجملة معناها ان احنا لم يعد لدينا اي بكر من ورق التويلت، يجب ان نشتري بعضا. Pulls فعل معناه يسحب او يشد. Tools معناها خسائر في الأرواح، قريبة في المعنى من كلمة casualties. Dolls جمع كلمة دول اللي معناها عروسة لعبة، عروسة لعبة أو دمية زي كلمة puppet. Number 33 Most of Picasso's paintings are now on not at the National Gallery in London. الإجابة هتكون تنفع display on display أو on show، كلاهما صحيح. الإجابة هتكون A and B. والجملة معناها ان معظم لوحات بيكاسو ده فنان رسام يعني الان في العرض في المعرض القومي في لندن. Displace ده فعل معناه يزيح شيء ويحل محله. Number 34 All living organisms have to adapt to change in environmental نقط. الإجابة هتكون كلمة conditions. conditions يعني ظروف أو أحوال أو شروط، والجملة معناها إن كل الكائنات الحية يجب أن تتأقلم أو تتكيف مع التغيرات في الظروف البيئية. editor معناها محرر. tradition معناها تقليد. omission معناها حذف. number 35 During the long winter month the sky stayed gray and not. الإجابة هتكون كلمة snowy. snowy يعني بتمطر جليد، طبعا دي صفة مش فعل. الجملة معناها أثناء شهور الشتاء الطويلة السماء تظل رمادية اللون، وsnowy يعني بتمطر جليد. burning معناها تحترق. boiling تغلي. tropical صفة معناها استوائي. number 36 not books are always more fun for children to read. الإجابة طبعا هتكون كلمة illustrated. و illustrated books معناها كتب مزودة بصور إيضاحية. بيقول إن الكتب المزودة بالصور الإيضاحية دايما بتكون أكثر متعة بالنسبة للأطفال في قرايتها زي مجلات ميكي والحاجات دي. frustrated صفة معناها محبط. illustrate فعل معناه يشرح بالصور الإيضاحية، و frustrate فعل معناه يحبط. number 37 the latest vacuum cleaners contain not that detect the amount of dust. الإجابة هتكون كلمة sensor.
سنسور معناها مستشعر او حساس، والجملة معناها ان اخر مكنسة كهربائية او احدث، يعني مش اخر، المكنسات الكهربائية الحديثة يعني بتحتوي على مستشعرات بتكتشف كمية او بتقيس كمية الغبار. سنسز معناها حواس، فيزيتورز معناها زوار او زائرين، ريزرز جمع كلمة ريزر اللي معناها ماكينة حلاقة كهربائية. Number 38, the chef turned the meat up to gently brown the other side. الإجابة هتكون turn the meat over. وturn over معناها يقلب، والجملة معناها إن رئيس الطهاء أو الشيف اللي هو الطباخ يعني قلب قطعة اللحمة، يعني هو واقف على جريل مثلا وحاطط قطعة اللحمة على الجريل، فبعدين قلبها علشان gently brown. brown يعني يحول الى اللون البني. the other side الجانب الاخر من قطعة اللحمة عشان يحمرها من الناحية التانية يعني. number 39, the doctor prescribed a combination of nut to combat the patient's illness. الاجابة هتكون كلمة drugs. drugs معناها عقاقير او ادوية، او اد بتيجي بمعنى مخدرات. الجملة معناها ان الطبيب وصف combination، مزيج من الأدوية أو مزيج من العقاقير لكي يكافح أو يحارب مرض المريض. فيجز يعني تين، مجز اللي هو المج اللي احنا بنشرب فيه ده، ودرامز يعني طبول. number 40, a good compass is an essential piece of nut when you go hiking. الإجابة هتكون كلمة equipment. equipment يعني أجهزة أو معدات، والجملة معناها إن البوصلة الجيدة هي معدة، وهنا مفرد يعني عشان هنا مفرد هي ان بيس، معدة ضرورية عندما تذهب الى التخييم او يعني المشي على الاقدام اللي هو السفر على الاقدام يعني. movement حركة، retirement التقاعد، وكلمة astonishment معناها دهشة او استغراب. number 41, on mice can give us an idea of the effect of the disease on humans. الإجابة هتكون كلمة experimenting معناها إجراء التجارب على الفئران، يمكن أن يعطينا فكرة عن تأثير المرض على البشر. expecting معناها يتوقع، respecting معناها احترام، expert معناها خبير. number 42, a team of NASA scientists is working on the next generation of NOAA. الإجابة هتكون كلمة spacecraft معناها مركبة فضائية، والجملة معناها فريق من ناسا، طبعا عارفين وكالة ناسا المختصة بعلوم الفضاء، والفريق من ناس من علماء ناسا بيعمل على الجيل الجديد من مركبة الفضاء. aircraft دي معناها طائرة، craft معناها مهنة، space suit معناها بدلة فضاء. المسألة بعد كده 43, if one country not another they take complete control of their land. الإجابة هتكون conquers. conquers فعل معناه يغزو، والجملة معناها لو أن دولة ما غزت دولة أخرى بتملك السيطرة الكاملة على أراضيها. cooperate فعل معناه يتعاون، complain فعل معناه يشتكي، وconverses دي معناه فعل يحادث اللي نقول منها كلمة اسمها conversation. 44, in order to log out you have to type in a special password. طبعا log in معناها يدخل على الانترنت او على حساب على الانترنت، تعمل تسجيل دخول يعني. بيقول لكي تعمل تسجيل دخول يجب ان تكتب الباسورد بتاعتك المميزة او الخاصة بتاعتك. number 45, the word eye catching and impressive are not. الإجابة طبعا هتكون كلمة synonyms. eye catching دي صفة معناها ملفت للنظر، وimpressive صفة معناها مبهر، يبقى الكلمتين دول مترادفين.
انتونيمز يعني متضادين او متضاد، يعني بينهم وبين بعض علاقه تضاد. ابريفيشنز معناها اختصارات، وكلمه اكرونيمز معناها الاحرف الاولى من من كلمات، يعني زي كلمه مثلا يونايتد ستيتس اوف امريكا بنعملها يو اس اي، فدي اسمها اكرونيم. نمبر 46، the situation is more problematic than we first thought. The word problematic here means not. الكلمة تحتها خط كلمة problematic، صفة معناها مريب أو معضل أو يعني صعب حله، حاجة صعبة حلها. الجملة معناها أن الموقف كان أكثر صعوبة مما اعتقدنا في البداية. كلمة problematic نفس معنى كلمة inconvenient اللي معناها غير ملائم أو غير مريح، وعكسها طبعا convenient suitable برضو معناها مناسب، نفس معنى convenient. و pleasant معناها صار. Number 47، air pollution is not damaging to children's health. اللي جابها هتكون كلمة potentially، ظرف معناها من المحتمل، وزي ما احنا عارفين ان الظرف بيصف الفعل او بيوصف صفة، وهو هنا بيوصف damage اللي هو فعل معناه يتلف، او يعني لو اعتبرناها صفة برضو تنفع. والجملة معناها ان تلوث الهواء من المحتمل انه بيضر او بيؤذي صحة الاطفال. possible صفة معناها ممكن، probable صفة معناها محتمل، officially ظرف معناه رسميا. Number 48، the custom of early marriage still not in many Egyptian villages. الإجابة هتكون exist، فعل معناه يوجد، والجملة معناها إن عادة الزواج المبكر أو تقليد الزواج المبكر لا زال يوجد في كثير من القرى المصرية. twist فعل معناه يستدير أو يلوي أو يتلوى. exit فعل معناه يخرج. list فعل معناه يضع في قائمة أو في قوائم. number 49، the temperature tonight will fall to 7°C. اللي جاي بقى تكون كلمة degrees اللي هنا جاي معناها درجة حرارة مئوية. الجملة معناها ان درجة الحرارة الليلة سوف تهبط، هتنزل يعني الى 7 درجات مئوية. remarks فعل معناه يبدي ملاحظة على شيء او يعلق على شيء، طبعا تعليق شفوي. comment اللي هو يكتب تعليق مكتوب. marks معناها درجات في امتحان. decree معناها مرسوم او قرار، او يصدر مرسوم او يصدر قرار. Number 50، the actress went to see a plastic not as she wanted to look younger. الإجابة هتكون كلمة surgeon. وplastic surgeon معناها جراح تجميل. plastic هنا نشوف البلاستيك، البلاستيك يعني. والجملة معناها إن الممثلة ذهبت إلى دكتور تجميل لأنها تريد أن تبدو أصغر في السن. vet يعني طبيب بيطري. dietitian معناها اخصائي تغذيه اللي هو بتاع اللي بتروح نعمل عنده دايت ده. optician معناها اخصائي بصريات اللي هو بيعمل النضاره والحاجات دي. number 51، the point of the ad is to inspire customers to buy more products. which word can be used instead of ad here. بيقول لي الفكره من الاعلان، ad هنا اختصار كلمه advertisement اللي هو معناها اعلان. الهدف من الاعلان ان احنا نلهم الزباين ان هم يشتروا منتجات اكتر. الكلمة اللي ممكن استبدلها باد هي هنا كلمة advert، سواء كانت اد او advert كلاهما اختصار لكلمة advertisement اللي معناها اعلان. advertise اللي هو الفعل اللي معناه يعلن. advent معناها قدوم او وصول، دي ناون. admin معناها مدير، اختصار كلمة administrative اللي هو معناها مدير، administrator قصدي، انما administrative دي صفة معناها اداري زي new administrative capital اللي هي العاصمة الادارية الجديدة. number 52،
not average people who don't smoke are healthier than people who do. الإجابة هتكون كلمة on average معناها في المتوسط أو في المعدل الطبيعي يعني. الجملة معناها في المتوسط الناس الذين لا يدخنون أكثر صحة من الناس اللي بيدخنوا. Number 53 after a lot of failures he was finally able to prove himself in his career. الإجابة هتكون كلمة serious. serious يعني series of معناها سلسلة من, والجملة معناها بعد سلسلة من الفشل في النهاية أصبح قادر إن هو يثبت نفسه في الحياة المهنية بتاعته أو في المهنة بتاعته. serious في معناها جاد أو خطير. serial معناها مسلسل أو رقم تسلسلي. species معناها فصيلة. number 54 mankind's knowledge of the art has increased thanks to space exploration. الإجابة هتكون كلمة universe اللي معناها الكون, والجملة معناها أن معرفة البشر عن الكون ازدادت بفضل استكشاف الفضاء. university جامعة. universal صفة معناها كوني أو عالمي. anniversary صفة معناها الذكرى السنوية. number 55 your computer not should be at eye level so that you can work with your neck straight. الإجابة هتكون screen. computer screen معناها شاشة الكمبيوتر. بيقول إن شاشة الكمبيوتر بتاعك ينبغي إن هي تكون في نفس مستوى عينك علشان تقدر تشتغل وإنت رقبتك واخدة شكل مستقيم, يعني ما تكونش بصة لتحت فتوجعك ولا بصة لفوق فتبص لفوق يعني فتتعبك برضو, فتبقى واخدة شكل إيه مستقيم على نفس استقامة الشاشة. printer يعني طبعة. scream فعل معناه يصرخ. وسكرو فعل معناه قصدي اسم معناها مسمار ألووز اللي هو بريمة ده. number 56 doctors issued a note against eating any fish caught in the river. الإجابة هتكون كلمة warning. warning noun معناها تحذير, والجملة معناها ان الأطباء أصدروا تحذير ضد الأكل من أي سمك يتم صيده في النهر. warming يعني تدفئة أو تسخين. burning معناها يحترق أو مشتعل أو ساخن. turning معناها يقلب. number 57 we can get theoretical knowledge from textbooks. the word theoretical is the antonym of not. مضاد كلمة theoretical. theoretical يعني نظري, عكس نظري عملي practical أو تطبيقي برضه معناها عملي أو تطبيقي. practice دي معناها تمرين. وattractive صفة معناها جذاب. attentive صفة معناها مصغي أو منتبه. number 58 my mother's health is what matters the cost of the knot is of no importance. الإجابة هتكون كلمة treatment. treatment noun معناها علاج, والجملة معناها إن صحة أمي هي ما يهمني, تكلفة العلاج ليس لها أي أهمية. investment معناها استثمار. requirement معناها احتياج أو متطلب. ailment معناها اعتلال أو مرض خفيف يعني شوية تعب خفيف. number 56 a mouse is a knot which makes it easier to select different options from computer menus. الإجابة هتكون كلمة device. device معناها جهاز أو ابتكار, والجملة معناها إن الماوس اللي هي الفأرة بتاعة الكمبيوتر يعني بيقول ده جهاز بيجعل من السهل إن أنت تختار ما بين أشياء أو اختيارات مختلفة على القوائم بتاعة الكمبيوتر. revise فعل معناه يراجع. advice معناها نصيحة. وديفايز فعل معناه يبتكر أو يبدع. number 60 the car accident has caused no damage to my father's eyesight. الإجابة هتكون كلمة permanent صفة معناها دائم,
والجملة معناها إن حادث السيارة سبب تلف دائم أو ضرر دائم لنظر أبي. slightly معناه إلى حد طفيف أو إلى حد خفيف يعني بسيط. positive صفة معناها إيجابي. ونيجاتيفلي معناها بشكل سلبي، طبعا ده adverb أو ظرف يعني، لكن positive دي صفة. number 61 please give your seat to an elderly or disabled person if they not it. الإجابة هتكون require، فعل معناه يحتاج أو يستلزم أو يتطلب، والجملة معناها من فضلك أعطي مقعدك إلى رجل مسن أو إلى شخص معاق لو محتاجه. inquire فعل معناه يستفسر أو يسأل. acquire فعل معناه يكتسب. equip فعل معناه يزود به أو يجهز به، ونلون منها كلمة اسمها equipment يعني معدات. number 62 research on animals has led to some important medical نقط. الإجابة هتكون كلمة advances اللي معناها تقدمات أو تطورات، والجملة معناها إن البحث العلمي على الحيوانات أدى إلى بعض التقدمات الطبية المهمة. advise فعل معناه ينصح. advocates فعل معناه يوصي به، وممكن تمشي نون كلمة advocate معناها مصير لقضية ما أو محامي دفاع. adverts معناها إعلانات. number 63 how many students have not for the English course. الإجابة هتكون فعل اسمه register. register فعل معناه يسجل، والجملة معناها كم عدد الطلاب الذين سجلوا أساميهم في الكورس بتاع الإنجليزي. resign فعل معناه يستقيل، يقدم استقالته يعني. ministered طبعا متاخدة من كلمة minister اللي معناها وزير، وكلمة administer فعل معناه يدير أو يناول أو يعطي دواء. number 64 the detective listened to a note recording of the speech between the suspects. الإجابة هتكون كلمة audio. audio recording معناها تسجيل صوتي. audio بتمشي بمعنى سمعي أو صوتي، والجملة معناها إن الديتكتيف المحقق أو التحري الرجل المسؤول عن التحريات استمع إلى تسجيل صوتي عن محادثة ما بين المتهمين. فيديو تسجيل فيديو، طبعا مش هينفع أقول تسجيل فيديو عشان عندي listen استمع، لكن لو فيديو كان أقول إيه watch it. ratio معناها نسبة. studio معناها studio. number 56 Copernicus was the first not to propose that Earth revolves around the sun. الإجابة هتكون كلمة astronomer، لأن العالم ده اللي اسمه كوبرنيكوس ده كان عالم فلك، بيقول هو ده كان أول عالم فلك يقترح إن الأرض هي اللي بتدور حوالين الشمس، لأن كان الأول الناس بتعتقد إن الشمس هي اللي بتدور حوالين الأرض. كوبايلوت معناها مساعد طيار. بايلوت معناها طيار. astrologer معناها منجم أو دجال. number 66 let's not argue about minor details the best antonym for minor is not. الإجابة هتكون كلمة major. minor معناها تافه أو ضئيل أو ثانوي، لكن كلمة major معناها رئيسي أو أساسي، طبعا دولي antonym لبعض. tiny برضو صفة معناها ضئيل أو صغير الحجم جدا. small معناها صغير، وميني معناها صغير جدا، والجملة دي معناها دعنا لا نتجادل عن الأشياء القليلة أو الضئيلة، حاجات التافهة يعني. number 67 the internet has completely not many aspects of our lives. الإجابة هتكون كلمة transform. transform معناها يحول أو يغير، والجملة معناها إن الإنترنت حول بشكل كامل مظاهر كتير أو جوانب كتير في حياتنا. transfuse معناها ينقل دم.
transmit معناها يبث او يزيع. inform فعل معناها يبلغ او يخبر. number 68 she used to not her latest news and pictures on her profile page. الإجابة هتكون كلمة post. post معناها ينشر والجملة معناها هي اعتادت انها تنشر احدث اخبارها او اخر اخبارها وصورها على صفحة البروفايل بيج بتاعتها الصفحة الشخصية بتاعتها. يعني poster معناها ملصق, write فعل معناها يكتب, وtype فعل معناها يطبع او يعني يكتب على آلة كتبة او كمبيوتر اللي هي الكيبورد بتاع الكمبيوتر يعني. number 69 the sound نقط was poor so we couldn't fully enjoy listening to the music. اللي جاب هتكون كلمة quality. quality معناها جودة والجمل معناها جودة الصوت كانت ضعيفة وسيئة لذلك احنا لم نستمتع بشكل كامل بالاستماع الى الموسيقى. equality معناها مساواة, quantity معناها كمية, qualify فعل معناها يؤهل الى. number 70 the company hopes to sell more goods by not them attractively. اللي جابها كلمة packaging اللي هو التغليف او يغلف والجملة معناها ان الشركة بتتمنى او تأمل ان تبيع مزيدا من البضائع بواسطة او عن طريق تغليفها بشكل جذاب. تغليف البضائع يعني. aging معناها التقدم في السن او التقدم في العمر. managing معناها ادارة. encouraging معناها تشجيع. number 71 wood, coal, oil, petrol and gas are all different kinds of not. اللي جابها تكون كلمة fuel واللي معناها وقود والجملة معناها ان الخشب والفحم والبترول والبنزين والغاز كلها اشكال مختلفة من الوقود. كلمة oil دي معناها بترول وكلمة بترول معناها بنزين عشان تكون واخدين في الصورة يعني. fail معناها يرسب. fool فعل معناها يخدع وبتمشي نون معناها احمق. fluid مع صفة معناها سائل او مائع او مرن. number 72 what is caused by a fault in the insulin production of the body. اجابة كلمة diabetes اللي هو مرض السكري او السكر يعني والجملة معناها مرض السكر بيكون السبب فيه خلل في انتاج الانسولين في الجسم او افراز الانسولين في الجسم. small pox مرض اسمه الجدري. diarrhea اللي هو الاسهال. diaper اللي هي حفاضة الاطفال زي البامبرز والحاجات دي. طبعا diaper دي في اللغة اليو اس اللي هي الامريكان بتقال عليها في اللغة البريتش نابي اللي هي برضو نفس المعنى بس في البريتش انجليش. عندي بعد كده اسئلة اللونجمان. اول سؤال فيها بيقول our new villa is not by a large garden. اللي جابها تكون surrounded والجملة معناها ان الفيلا بتاعتنا محاطة بجنينة كبيرة او بحديقة كبيرة. appear فعل معناها يظهر. separated معناها مفصول. disappear فعل معناها يختفي. number 2 some people believe that not on animals is cruel behavior. الإجابة هتكون كلمة experimenting معناها إجراء التجارب والجملة معناها إن بعض الناس بتعتقد إن إجراء التجارب على الحيوانات ده سلوك قاسي. implement فعل معناها ينفذ. feed يغذي أو يطعم. run يجري. number 3 she usually works hard she not herself in her work. الإجابة هتكون كلمة immerse herself يعني ينهمك أو يندمج والجملة معناها إن هي عادة بتعمل بجد وباجتهاد هي بتنهمك في عملها جدا. avoid فعل معناها يتجنب وimagine فعل معناها يتخيل وfree فعل معناها يحرر أو يطلق سراح. number 4 the manager wants to know the new safety procedures inside the factory.
الإجابة هتكون كلمة implement اللي معناها يدخل حيز التنفيذ أو ينفذ، والجملة معناها إن المدير يريد أن يدخل أو يعمل يعني إجراءات أمان جديدة يدخلها حيز التنفيذ يعني داخل المصنع. New safety procedures يعني إجراءات أمان جديدة. Avoid يتجنب، appear يظهر، وcarry معناه يحمل. Number 5. Today some manufacturers use robots to mass not goods to increase sales and achieve higher profits. الإجابة هتكون produce، وماس produce معناها ينتج بالجملة أو ينتج بكميات كبيرة، والجملة معناها اليوم بعض المصنعين بيستخدموا الإنسان الآلي عشان ينتجوا بضائع بكميات كبيرة عشان يزودوا المبيعات ويحققوا أرباح أعلى. replace فعل معناه يستبدل، reduce فعل معناه يقلل، ويuse فعل معناه يستخدم. number 6 photosynthesis is the method by which green plants and other certain organisms transform light energy into chemical energy. جابها تكون كلمة process واللي هي هنا معناها عملية طبيعية، والجملة معناها ان عملية التمثيل او البناء الضوئي هي عملية طبيعية بها النباتات الخضراء والكائنات الحية بعض الكائنات الحية الاخرى تحول طاقة الضوء الى طاقة كيميائية. operation عملية جراحية او عملية حسابية او عملية عسكرية او عملية انقاذ. industry صناعة. mechanism معناها آلية عمل شيء او طريقة عمل شيء. number 7 the ministry of education has been trying to support different modes to digital learning. الإجابة هتكون كلمة approaches اللي معناها نهج او طريقة او اسلوب، والجملة معناها ان وزارة التعليم بتحاول انها تدعم مناهج مختلفة في التعليم او التعلم الرقمي. difficulties يعني صعوبات، obstacles يعني عقبات، وكلمة operations معناها عمليات. number 8 it is impolite to telephone others at not times. الإجابة تكون inconvenient اللي معناها غير ملائم، صفة يعني، والجملة معناها ليس من الأدب أن تتصل بالآخرين في أوقات غير مناسبة. إن الأدفرب منها inconveniently معناها بشكل غير ملائم، proper صفة معناها مناسب أو ملائم، accurate صفة معناها دقيق. number 9 it had been a not successful year I had the opportunity to achieve all my dreams. الإجابة هتكون كلمة spectacularly طبعا ظرف معناه بشكل مذهل أو بصورة مذهلة، والظرف بيوصف الفعل أو بيوصف صفة، هي هنا بتوصف صفة اللي هي successful يعني ناجح بشكل مذهل، والجملة معناها لقد كان عاما ناجحا بشكل مذهل، أنا كان عندي الفرصة أن أنا أحقق كل أحلامي. terribly معناها بشكل فظيع أو بفظاعة. spectacular معناها مذهل أو رائع، ودي صفة. terrible صفة معناها فظيع. number 10 my manager is very sensitive when I am with her I must watch every word I say this means not. بيقول المديرة بتاعتي حساسة جدا عندما أكون معها، يجب أن أراقب كل كلمة بقولها. ده معناه إيه؟ ده معناه I should be very careful about what I say، أنه يجب أن أكون حذر جدا وحريص جدا عن ما أقوله لها. spontaneous بصفة معناها عفوي، والإنسان العفوي أي حاجة بتخطر في باله بيقولها، ده طبعا غلط هيوقع في مشاكل. I shouldn't worry about what I say يعني ينبغي ألا أقلق عما أقوله، برضه هيوقع في مشاكل. I shouldn't see the result of what I say ينبغي ألا أرى نتيجة ما أقوله، برضه لا. number 11 there is now a large selection of portable bluetooth not available on amazon in egypt. الإجابة هتكون كلمة speakers. speakers معناها مكبرات صوت أو سماعات، والجملة معناها يوجد الآن كمية كبيرة أو مجموعة كبيرة من السماعات البلوتوث المحمولة متوفرة أو متاحة على موقع أمازون في مصر. طبعا السماعات البلوتوث دي اللي هي أنت بتبقى فيها بطارية بتشحنها وبتاخدها معك أي مكان وتربطها على الموبايل أو تربطها على أي MP3. readers يعني قراء، listeners مستمعين،
writers كتاب. Number 12 the نقط system consists of the sun and the planets that orbit it. الإجابة هتكون كلمة solar. Solar صفة معناها شمسي. والسولار سيستم اللي هو النظام الشمسي أو المجموعة الشمسية بيتكون من الشمس والكواكب اللي حواليها. Lunar صفة معناها قمري. Geothermal صفة معناها حراري. Outer صفة معناها خارجي. Number 13 There are extinct volcanoes, impact craters and lava flows on the moon's نقط. الإجابة هتكون كلمة service. وmoon's service يعني سطح القمر والجملة معناها يوجد براكين خامدة وimpact craters يعني فوهات بتاعة البراكين وحمم بركانية تتدفق من أو كانت تتدفق على سطح القمر. top يعني قمة, depth يعني عمق, width يعني عرض. number 14 جاليليو جاليلي was the first one to investigate the surface of Mars. الإجابة هتكون كلمة astronomer. astronomer يعني عالم فلك والجملة معناها ان جاليليو جاليلي كان اول عالم فلك يتحرر او يتحرى الدقة بتاع سطح الايه سطح المريخ ويقعد يحقق ويشوف عشان يوصل لنتائج بتاعة سطح المريخ ده شكله عامل ازاي. artist يعني فنان. astronaut رائد فضاء. astrologer معناها منجم او دجال. number 15 in the past a lot of people thought that the sun was a nut. الإجابة هتكون كلمة planet. planet معناها كوكب والجملة معناها ان في الماضي كثير من الناس اعتقدوا ان الشمس كوكب من الكواكب. plant يعني نبات. desert يعني صحراء. وكلمة ocean معناها محيط او بحر واسع كبير. number 16 the نقط is no longer mysterious thanks to scientists who have clarified the world to us. الإجابة هتكون كلمة universe اللي معناها الكون والجملة معناها ان الكون لم يعد غامضا بفضل العلماء الذين وضحوا العالم لنا. desert صحراء. island يعني جزيرة. وكلمة plant يعني نبات. number 17 we considered all factors not the project has achieved high profits. الإجابة هتكون كلمة on balance اللي معناها بعد أخذ كل شيء في الاعتبار والجملة معناها نحن أخذنا أو اعتبرنا أو نظرنا في كل العوامل بعد أخذ كل شيء في الاعتبار المشروع has achieved حقق أرباح عالية. on the other hand معناها ومن ناحية أخرى. on the one hand معناها ومن ناحية. on demand معناها عند الطلب. number 18 since the landing of Apollo 11 in 1969 12 نقط have worked on the moon. الإجابة هتكون astronauts اللي معناها رواد فضاء والجملة معناها منذ هبوط أبولو 11 سنة 1969 على سطح القمر 12 رائد فضاء مشوا على سطح القمر. artists فنانين. astronomers علماء فلك. astrologers دجالين. number 19 which of the following means in general. ايه اللي معناها بشكل عام. بشكل عام هو on the whole ودي جت عليها مسألة في الاختيار حلناها نفس معنى in general معناها بشكل عام او عموما. on a bigger scale معناها على نطاق اوسع. on the other hand معناها من ناحية اخرى. number 20 my father likes classical music I on not like jazz. الاجابة هتكون on the other hand الجملة معناها أبي يحب الموسيقى الكلاسيكية أنا من ناحية تانية بحب موسيقى الجاز. on duty لما بتيجي معها on معناها في العمل يعني في الشغل يعني لما حد يسأل حد يقول له فين باباك يقول له مثلا بالإنجليش he is on duty يعني هو في الشغل. طب لو خرج برا الشغل ومشي بنقول ايه off duty يعني كده دلوقتي هو في مكان تاني غير الشغل خرج من الشغل. وان بالانس معناها بعد اخذ كل شيء في الاعتبار. number 21 واخر مساله معانا في الفيديو I invited 300 people to my sister's wedding the party was on what. الاجابه هتكون a large scale اللي معناها على نطاق واسع والجمله معناها انا دعوت 300 شخص لحفل زفاف اختي عزمت 300 شخص انا لوحدي عزمت 300
يبقى الحفلة دي كانت على نطاق واسع. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو حد عنده أي استفسار يقدر يتواصل معايا على الواتس. أتمنى لكم جميعا التوفيق، شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.